زيتون يا جبان الصحافة لا تهان. يا زيتون يا جبان الصحافة لا تهان. يا زيتون يا جبان الصحافة لا تهان. الصباح حرة حرة البوليس على برا. الصباح حرة حرة البوليس على برا. أولا نشكر كل اللي حضروا هنية وجاءوا ساندونا، الصحفيين التقنيين مجتمع مدني أحزاب كل كان المفروض مش يتحول دول وفد مش يقابل رئيس الحكومة، لكن يبدو أن ما نجمناش لعديد الأسباب. معناها رئيس الحكومة عنده انشغالاته وعنده من الباب معناها رفض هذا. عندنا نقابة صحفيين عندها مبدئيا عندها موعد مع رئيس الحكومة، احنا نفوضوا كصحفيين وتقنيين دار الصباح نقابة صحفيين باش تتكلم باسمنا في الاجتماع معها وتعلن على رفضنا للتعيينات هذية، مطالبتها بالاستقلالية، مطالبتها بشكون دار الصباح حرة. اليوم صحفي دار الصباح ما ينجموا كان يكونوا متخوفين وأكثر من متخوفين، وقالونا علاش تحكموا على النوايا، قالونا علاش تقصوا يد السارق قبل ما تسرق. لكن اليوم ظهرت يد السارق ممدودة، وكانت ممدودة لدار الصباح، وتم تأكيد هالتخاوفات هذه أمس بالإعلان الإنقلابي على دار الصباح. تم تأكيده من خلال استقالة رئيس مجلس الإدارة اللي صرح البارح في على فرانس 24 إنه مستحيل إنه يشارك في مؤامرة على المؤسسات الإعلامية، إنه مستحيل يشارك في مؤامرة على تغيير خط التحريري لدار الصباح اللي قلق الحكومة المؤقتة، لأنه ينقض في الحكومة، لأنه ينقض باش يصلح، لأنه ينقض باش يقول وين الخور. امبارح في تدخل نتاع لطفي زيتون في نشرة الأخبار قال أنه هذه صلاحية رئيس الحكومة في كل ما يتعلق معناها بالتعيينات، خاصة وأنه فهم متصرفين قضائيين وترجع معناتها أغلب وسائل الإعلام للدولة معناتها في جزء وافر منها. تعليقك كإعلامي على أساس أنه وقفات احتجاجية من نوع هذا أو احتجاجات على تعيينات هي تدخل في سير عمل الحكومة؟ اللي قاله لطفي زيتون صحيح. بعد المصادرة فيما يخص دار الصباح ولا فيما يخص شمس فام ولا فيما يخص مؤسسات أخرى صحيح، يعني الدولة تملك في المؤسسات هذه وصحيح اللي الدولة عندها الحق أنها تعين، لكن ولهنا يولي مهم جدا الحديث، لكن شكون تعين وكيفاش تعين وعلاش تعين؟ اليوم أعلى سلطة قانونية في البلاد واللي هي السلطة التأسيسية هي المجلس التأسيسي. يعني اللي سائل أن يسأل علاش مش الوقفات الاحتجاجية هذه ما توجه للمجلس التأسيسي وتوجه للحكومة، بما أنه المجلس التأسيسي نورمال ما هو من صلاحيته. شكون قال أمين وشكون قال أمين اللي الوقفات هذه باش تقفوني؟ المجلس التأسيسي أنت تعرف توا اللي هو في عطلة، ولو يرجع نهار ثلاثة ونهار ثمانية يمكن يكون عنده سيونس بلانيير، هذا ما يمنعش أنه أهل المهنة بشوية بشوية بتعبئة يكونوا موجودين أمام مجلس التأسيس، وهذا ما يمنعش أنه خاصة الناس اللي تخزرنا من البر واللي قبل كانت تدافع على الناس اللي موجودين اليوم في الحكومة، كانت تدافع عليهم على خاطر تعرضوا للتنكيل وعلى خاطر تعرضوا للحبس وعلى خاطر حتى من أهل المهنة فما شكون دافع عليهم. ما يمنعش أنه الناس اللي موجودين برا RSF ولا غيره شوية بشوية زادة يجيوا للعركة هذه ويكونوا موجودين فيها. وأنا نخاف أنه الناس اللي كانت في الحبوسات واللي تعرضت للتنكيل وتعرضت للتعذيب اليوم تولي هي كذلك محل بيانات جاية من الخارج وجاية من مؤسسات عالمية للدفاع عن الصحفيين مشهود لها بالنزاهة. ما يلزمش التعيينات تتم وفق الولاءات والانتماءات السياسية وبإسقاط معنى أشخاص من خارج المؤسسات على المؤسسات هذيك، على الأقل حتى معنى نتمنوا أنهم يكونوا على الأقل من نفس الدومين، مثلا من التلفزة ما تنجم تحط على التلفزة كان واحد من التلفزة، من الصحافة المكتوبة ما تنجم تحط كان واحد من الصحافة المكتوبة. ايضا وقت ما تدخل معناها في اتجاه موازي تدخل الحكومه وتحكي على قائمات الفاسدين في القطاع، هذا يزيد يدخل ارباك اكثر على القطاع ويزيد ياكد سوء نيه الحكومه في التعيينات هذه، لانه اليوم كي تحكي الحكومه على قائمات للفاسدين في القطاع هذه وفق شنو؟ بالطبع وفق الملفات اللي موجوده عندها. نطالبوا الحكومه هذه ان تقوم بدورها كحكومه وتحيل الملفات هذه للقضاء، ماهوش تشهر بالعبيد فقط.
وانما يلزم يجب احاله الملفات هذه للقضاء باش كل واحد ياخذ حقه. الناس اللي اخذت فلوس من بن علي باش تمجد وتشكر اليوم يلزمها ترجع الفلوس هذه للشعب، والناس نضاف اليوم الحكومه ما عندهاش حق باش تشوههم. اللي عندك عليه ملفات يا حكومه احيليه للقضاء وحني رانا معاك، واللي ما عندكش عليه ملفات ماناش باش نسمحوا لك انك تشوهيه اليوم. Alors la situation médiatique est loin d'être positive actuellement, surtout avec les dernières nominations. On est assez catastrophé de voir que nos protestations ne sont pas entendues et que le gouvernement continue à faire la sourde oreille, à nommer les directeurs des médias publics sans se cacher de vouloir en prendre le contrôle. Donc on est plus qu'inquiet et on dit stop. Aujourd'hui, il faut que ça cesse, il faut que des instances puissent nommer les directeurs à la tête des médias publics. Il faut que les choses évoluent positivement et pour cela, il faut créer des cadres juridiques. Aujourd'hui, le flou juridique profite au gouvernement qui a les mains libres pour pouvoir procéder à ces nominations qui, au départ, étaient censées être une exception et aujourd'hui sont devenues la règle. C'est ce qu'on dénonce aujourd'hui. D'accord. Et en ce qui concerne les dernières nominations, disons que de votre part, est-ce qu'il y avait un communiqué ? Alors non, on n'a pas encore publié de communiqué, on attend de voir comment les choses évoluent. On est assez inquiet, on pense que le gouvernement va maintenir ses nominations, mais il ne faut pas que la protestation retombe. Je pense qu'on publiera un communiqué, oui, qui condamne une fois de plus ces nominations, mais on n'a pas attendu le mois d'août pour critiquer les nominations à la tête des médias publics. Déjà le 9 janvier, on avait publié un communiqué. Ensuite, on a critiqué l'éviction d'Habib Belaïd. Après, on s'est plaint du renouvellement des nominations des 9 directeurs des radios publiques en juillet. Et aujourd'hui, en août, on dit que ça suffit, qu'on arrête de nous prendre pour des idiots. On sait très bien que c'est la règle et que le gouvernement n'est absolument pas décidé à favoriser l'existence de médias libres et indépendants.